شتان بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، فالأخيرة تقع تحت حماية ورعاية الجيش الوطني الليبي، والتي ينعم أهلها في ظله بالأمن والأمان، وأبسط حقوق المواطن متوفرة بها. أما الحال بطرابلس وبعض المناطق المحيطة، الحال فيها يختلف كليا، فهي تعاني من أبسط توفر بعض حقوقها. تعاني طرابلس منذ فترة من نقص في الإمدادات بمستودعات الوقود، وكل ذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية وسيطرة الميليشيات عليها. أما المنطقة الشرقية والوسطى، وتحديدا في منطقة البريغا، حيث يتوفر الوقود والغاز بكميات كافية دون أي ازدحام لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطن. الوضع ان شاء الله جيد جدا وماشي ممتاز. ما تشوفش في طوابير يعني والشيلات مسكرة. والشيء الفاضي يعني احنا تو قاعدين في بريقة والشيء الفاضي المحطة فاضية. والله تمام ان شاء الله 100%. ماشي كويس. لا 100% ان شاء الله. اما عن الجانب الامني بمنطقة البريقة، حيث تعمل الجهات الامنية على آلية تطبيق قرار حظر المدن، وذلك وفق الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا الصادر من اللجنة العليا لمكافحة كورونا ووزير الداخلية بالحكومة الليبية. بإغلاق الطريق من الشرق للغرب هاي الفترة 24 ساعة، وحاليا قاعدين نسجلوا في الأسامي العائلات القادمة من الجنوب ومن الغرب من بعد منطقة رسنوف، وتسجيلهم تسجيل الأرقام المركبات اللي جايين بها وترجيحهم إلى وين ما كانوا إلى ما بعد نقطة العقيلة إن شاء الله. هذا هو حال المدن التي تقع تحت سيطرة جيشها، تنعم بالاستقرار في معيشتها والطمأنينة، يشعر الفرد فيها بالأمن والسلامة على نفسه وأهله وأحبته وماله. أسماء العزومي، ليبيا الحدث.